بس مقهورين على الرجال لان ده ينطي نفقه، لان ابو قدنا ده ينطي نفقه، المن ده ينطي نفقه؟ ينطيها وهي شنو النفقه 150 او 125؟ الطفل عنده خط وعنده طبيب وعنده ملابس وعنده تدريس خصوصي، ما تبذلي كل الزوجات تتحمل. والله الرجال خطيه عليه عبء لان ده ينطي 125 وده يخلي ام اولاده توقف سره بالتنفيذ ويستفزوها. هاي كلها ما تحجون بيها بس تحجون لان مقهورين على الرجال. شلون طبعا اذا هو فاتح له بيتين وثلاثه طبعا عبء عليه ينطي نفقه لاولاده ويفتح لهم بيت. زين ست زهراء، انتزعت الولايه الجبريه، انتزعت الولايه الجبريه للرجل اللي الله انطاها، انت النسوان تزعت ليش ليش بتحكي كلام هذا ما معقول. هذا واحد. اثنين، في قضيه البذل كم حاله من حالات البذل تصير وهي ما تبذل على مود اولادها؟ تبذل حتى تاخذ، لا تبذل على مود من استاذ، تبذل حتى تاخذ راتب رعايه اجتماعيه، وتبذل حتى تاخذ نفقه كل واحد 150 وعدها 4600 ورعايه اجتماعيه ويوصل راتبها مليون بالشهر. شو الكلام هذا؟ وده يفتت عائلته وبعدين يقعد يروح يدور مساهده ويروح اكو اتفاق، اكو اسره، اكو عشيره، اقعد احكي